السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم ربي بالخيرات والمسرات والبركات. الله أسأل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يسعدني وإياكم سعادة لا نشقى بعدها أبدا. من أجمل القصص التي مرت علي في مجال الرقية الشرعية قصة رجل، طبعا القصة هذه من سنوات، سبحان الله تذكرتها اليوم قلت أحدثكم بها لأن فيها عبرة وفيها فائدة عظيمة جدا. رجل أصيبت ابنته بالسرطان، ابنة صغيرة على ما أذكر كانت في 6-7 سنوات. طبعا ما خلى أحد من الرقاة يمنة يسرى، وقبل ذلك العلاج في المستشفيات والجرعة الكيماء استنفذ جميع الطرق الطبيعية، فقالوا خلاص يعني ما عاد في لا علاج، فأخذ يتجه للرقاة يمنة ويسرى لكن ما انتفع، والبنت تزداد حالتها سوءا يوما بعد يوم. في يوم من الأيام هو على حاله يتخبط من راق إلى راق، إذ بأحد أصحابه وهو ينظر إلى حاله وحالة ابنته التي كما قلت تزداد سوءا يوما بعد يوم، قال يا فلان سوف أدلك على رجل، لكن اعطني العهد والميثاق ألا تخبره أنني أنا الذي أرسلتك حتى لو شدد عليك. قال ابشر. قال اذهب إلى الهجرة الفلانية في المكان الفلاني، سوف تجد مزرعة كبيرة فيها بيت في الداخل فيه رجل من الصالحين ولنزكي رب العالمين يعيش لوحده في تلك المزرعة، اسمه فلان ابن فلان الفلاني، اذهب إليه إن استطعت أن تقنعه أن يرقي ابنتك لعلها أن تنتفع برقيته. وفعلا شغل السيارة، أخذ البنت، ضرب الطريق رايح لهذه الهجرة. كانت الهجرة خارج المدينة كما أخبرتكم. طبعا وصل إلى الهجرة، الوصف كان سهل، وصل إلى المزرعة، مزرعة طبعا ومتواكبة براج، ما في ذاك الأبواب اللي قلتهم تحجب الرؤية، ينظر في الداخل فإذا عمال يعملون، يصرخ عليهم أتى أحدهم قال هذه مزرعة فلان؟ نعم. قال وين فلان؟ قال يجيك، راح شوي لجأ فلان. فلان نعم أنا جايك من المدينة الفلانية، جاي حياك الله تفضل، ودخل وطيف وأكرم. نعم. قال أنا أتيتك لأجل هذه البنت، بنتي هذه مصابة بالسرطان، المستشفى قال خلاص جرعات الكيماء واستنفذنا كل الطرق، ما خليت من راقي الراقي، لكن حالتها تزداد سوءا، جاي مذكور بخير أباك ترقيها. قال مين قال لك أني أقرأ؟ أنا ما أرقي، سامحني صلى الله يشفيها لك ويعافيها، تبي نضيفك المحل محلك ما اقرا على احد، سامحني. حاول فيه ويحاول، هو رافض ابدا، يقول انا ما ارقي سامحني. فلم يتحمل الاب الا ان انفجر يبكي، قام يبكي ومسك بيد بنته بيمشي، فرق قلبه له، قال تعال انا بقرا عليها، استعطيني العهد والميثاق، ما تخبر احد عني ولا تدل علي. وأعطى عهود ومواثيق إنه ما يخبر أحد باسمي، حتى أنا والله ما أعرف اسمه ولا أعرف وين المزرعة هذه. فأخذ أعطاه العهد والميثاق إنه ما يعلم أحد، فقام يقرأ عليها وينفث يقرأ وينفث يقرأ وينفث، قال لعل الله أن ينفعها بهذا الرقية. طبعا هي قراءة واحدة فقط. أخذ ابنته وانصرف. يقول هذا الرجل ثم بدأت بنتي شيئا فشيئا تتغير أحوالها إلى الأحسن إلى الأحسن إلى الأحسن إلى أن شفيت. يقول والله شفيت تماما، شفاها الله وعافاها، حتى نذهب بعد ذاك راجع المستشفى قالوا شفيت تماما ولا خلية سرطانية فيها. الله أكبر. بحثنا عن السر، ما الذي جعل هذا الرجل رقيته نافعة؟ فوجدنا من أعظم الأسباب المأكل الحلال. هذا الرجل صاحب المزرعة لا يأكل إلا من مزرعته، ما يأكل شيء من برا، حتى الخبز ما يأكله في المزرعة، ما يأكل شيء من برا أبدا، حتى الموية عنده أبيار حافرة في المزرعة لا يأكل ولا حتى قشة من خارج المزرعة. حريص يقولون حريص، حرص عجيب على المأكل الحلال والمطعم الحلال. يا الله تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام،
أتاه صحابي جليل، وفي رواية أنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. اسمع ماذا قال له، وهي رسالة لك ولك. قال: أطب مطعمك تستجب دعوتك. في رواية: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. في حديث آخر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر، يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومأكل حرام، ومشرب حرام، وملبس حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أي أنه بعيد أن يستجاب له، مع أنه جمع عدة أسباب لإجابة الدعاء: مسافر، بل ويطيل السفر، ويمد يديه إلى السماء، من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين ومد إلى السماء، ويتضرع: يا رب يا رب، بالربوبية. ولو تأمل أكثر الدعوات اللي في القرآن: رب رب رب، يا رب. وأيضا أشعث وأغبر في حالة افتقار وذل، لكن الله ما استجاب، وبعيد أن يستجيب. لماذا؟ لأنه أكل حراما، أو شرب حراما، أو لبس حراما، أو غذي بالحرام. حرصوا على إطابة مطعمكم حتى تكونوا من الذين يستجاب لهم الدعاء، ويكشف عنهم البلاء من فاطر الأرض والسماء. دروس في القصة، لكن يكفينا هذا من هوى الله. السلام عليكم ورحمة الله.